اليوم هيك الطقس امبارح كان كتير شوب وكان درجات الحرارة عالية، واليوم فقنا على هذا البرد والمطر. هذا شيء أكيد سيء على الجسم والحالة الصحية، تبدل بين الحرارة والمطر. لنتعرف أكثر كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الأسبوع، هل حيكون في منخفضات وهل حتستمر الأمطار طيلة الأيام؟ أكيد معلومات حيعرفنا عليها المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي حيكون ضيفنا ضمن اتصال. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحك. هلا بداية، مثل ما ذكرنا أستاذ أنه مبارح كان الجو يعني منيح وصيفي نوعا ما، لكن اليوم فقنا على منخفض وبرد ومطر، خبرنا أكثر كيف رح تكون أحوال الطقس بالمحافظات السورية، لأمتى رح يستمر هذا المنخفض؟ هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للإخبارية السورية، إن شاء الله كل عام وتفضل خير بالنسبة للشهر رمضان المبارك. بالنسبة للحالة الجوية السائدة والمتوقعة خلال 24 ساعة القادمة ونبحى عن الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، حالة عدم استقرار تستمر حتى يوم الاثنين تقريبا بفعالية مختلفة وعشوائية من منطقة إلى أخرى كثيرة غربية، تتصف بالعموم والشمولية، تكون أكثر انتظاما وأكثر وصولا إن كان بالساحل أو بالشمال الغربي نتيجة تأثر البلاد بانتظام منخفض جوي من الجنوب عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام الاجواء عم تكون غائمه ماطره باغلب المناطق والبطولات تكون غزيره ومصحوبه بالعواصف الرعديه وحبات البرد ببعض الاحيان. اما درجات الحراره فتميل للانخفاض بتبقى حول معدلاتها بشكل عام مثل هذه الفتره من السنه. تستمر هيدي الاجواء الفعاليه الجيده لهذا المنخفض بدنا نفسر فيه واللي بلش تاثيره من ساعات امبارح باذن الله حتى يوم الاثنين، ضروري راح تكون النهار بكره يوم الاحد امطار تكون عامه وشامله مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات برد ببعض الاحيان. حتى الحرارات خلال ساعات النهار تكون لطيفه وبالليل تعود الحراره تكون اقرب للبارده اكثر مما هي خلال ساعات النهار. تستمر هذه الاجواء الغير المستقره باغلب المناطق حتى يوم الاثنين، ترجع خلال ساعات بعد ظهر يوم الاثنين والمساء الاجواء بشكل تدريجي للاستقرار باغلب المناطق لحتى تستقر تتحول الاجواء الى اجواء غائمه جزئيا من اجواء مستقره لمميز الثلاثاء والاربعاء، بنرجع بعدين لنتاثر في منخفض في نهايه هذا الاسبوع باذن الله تعالى. ولكن بده يختلف ما بين المنخفض اللي هو بدايه الاسبوع ونهايته، ان المنخفض يعني اللي بنهايه الاسبوع يكون اكثر بروده من هذا المنخفض اللي عم نتاثر فيه هلا، رح تكون اجواء بارده اكثر ولكن الهطولات المطريه بتكون اقل. وبالمجمل ان شاء الله الهطولات المطريه اللي بدها تحصل خلال هدول المنخفضين اللي رح تستخدم في نهايه شهر اذار رح تؤدي الى هطولات جيده نوعا ما تعدل المعدلات المطريه وكميات الهطول المطري باغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السوري. اما الرياح تكون شرقيه الى جنوبيه شرقيه بالمناطق الشرقيه والجزيره، بينما جنوبيه غربيه بباقي المناطق. في نشاط على سرعه الرياح في المنطقه الجنوبيه والبحر خفيف ارتفاع البحر. درجات الحراره المتوقعه من العاصمه دمشق اليوم 19 تقال، قنيطره 16، سلام والتبع الغربيه 14/4، درعا 20/11، سويداء 19/5، المنطقه الوسطى 5/5، 21/11 في الحسكه، منطقه الجزيره 20/8 في الساحل السوري، اللاذقيه وطرطوس 21/14 في الشمال، حلب وادلب 21 قادر الرقه كمان المنطقه الشرقيه 20/11، واخيرا بالباديه السوريه 20/11. مثل ما ذكرت حاله عدم الاستقرار استمرها حتى يوم الاثنين بفعاليه مختلفه وعشوائيه اكثرها حده تكون نهار بكره الاحد. تستقر الاجواء بمنتصف الاسبوع بنرجع على موعد مع منخفض اكثر بروده واقل امطارا بنهايه الاسبوع باذن الله تعالى. تمام، بدنا نتشكرك كثير المتنبئ الجوي حسان الجردي، شكرا لحضرتك. شكرا لك استاذ حسان على كل المعلومات، ومثل ما سمعنا من حضرتك نحن على موعد مع منخفض ثاني مثل ما قلت حيكون اكثر بروده واقل امطارا. دائما حنقول الله يبعث الخير، ودائما شهر اذار هو محمل دائما بيكون بالامطار، فما في شيء اليوم هيك غريب علينا. ان شاء الله هاي الامطار تكون خير وعطاء على ارواحنا وعلى بلدنا.